بالنظر لخلفيتها السياسية أو الطائفية، أبرز ما دعا إلى تفعيله القائد العام للقوات المسلحة نور المالكي خلال المؤتمر الدوري لوزارة الدفاع الأحد. المالكي أكد على أهمية تنفيذ الأوامر العسكرية دون مراجعتها لما له من أهمية في حفظ هيبة المؤسسة العسكرية. الجيش أوامر تصدر وتنفذ في حينها لا مراجعة ولا مناقشة في قضايا الأوامر العسكرية. بالجيش لا ننظر إلى الأمر الصادر ممن صدر، من شخص من قومية معينة أو من طائفة معينة، إنه أمر عسكري فقط، ولا يحمل أي خلفية سياسية أو مذهبية أو طائفية أو دينية أو قومية. ويركز المؤتمر على عرض التطورات التي حدثت في الفرق والوحدات العسكرية على مستوى التدريب والجاهزية خلال عام كامل، إلى جانب تشخيص احتياجاتها من أجل إدراجها في ميزانية الوزارة للعام المقبل. كل مؤتمر مثل هذه المؤتمرات يناقش ما هي حاجات القيادات وما هي الأسبقيات، الأسبقية الأولى والثانية والثالثة لتضع ضمن الميزانية وضمن الاستراتيجية. لذلك هذه المؤتمرات تناقش من قبل كافة الصنوف والجهات الرقابية الموجودة في وزارة الدفاع مع كل قائد فرقة وكل قائد قيادة اعتبارا من بداية العام الماضي إلى اليوم. وعلى صعيد ذي صلة، كشفت رئاسة أركان الجيش عن إعادة 176 ضابطا من الجيش العراقي السابق إلى الخدمة في كل من محافظات بغداد والأنبار والفرات الأوسط. صدرت الوجبة الثانية بإعادة 176 ضابط من محافظات بغداد والأنبار والفرات الأوسط، بالإضافة إلى ضمان حقوق 1103 ضابط من منتسبي جيش العراق السابق محالين على التقاعد سابقا قبل 9/4/2003، بالإضافة إلى 3991 ضابط من منتسبي جيش العراق السابق المحالين على التقاعد بعد 9/4 بإعادة حقوقهم وضمان حقوقهم بتصفية حقوقهم التقاعدية. ويأتي المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع في وقت لا يزال الجدل قائما بين الإقليم والمركز حول أحقية القائد العام للقوات المسلحة في تشكيل قيادة عمليات دجلة، إلى جانب استمرار أزمة صفقة السلاح الروسية التي لم يعرف مصيرها لغاية الآن. إدريس جواد، السومرية.